عندي حاجات كتير، لكن هبتدي بتشكيلة كاف المثالية لدوري المجموعات ببطولة أمم أفريقيا. مستر مانويل، التشكيلة المثالية احنا عرضناها دلوقتي، الكاف مختار تشكيلة مثالية للدور الأول اللي اتلعب في أمم أفريقيا، مختار محمد الشناوي، مختار أحمد المحمدي، مختار بنانا من الكاميرون، أحمد حجازي، أشرف حكيمي، أندريانا من أو أندريا من مدغشقر، إسماعيل بن ناصر، رياض محرز، محمد صلاح، جوردان أيو، ساديو ماني. رأيك في التشكيلة دي إيه؟ رأيي أتوقع أنه مجموعة ناس عملت تحليلات فردية لكل منتخب والماتشات اللي اتعملت لغاية النهاردة، وعشان كذا احنا ممكن نتفق او لا، احنا لازم او نحترم القرار. طبيعي ان انا ما عنديش معرفة عميقة عن كل المنتخبات اللي مشفتهاش كلها بتلعب تقريبا، عشان اقدر اعمل المنتخب المثالي بالنسبة لي، لكن فينا بعض اللعيبة أنا ما كنتش أختارهم. مش هقول مين هم، بس ليه مش شايف إنه مش ضروري نقولهم. فينا نجم مثلا بيلعب في نفس الفريق مع محمد صلاح، اللي شفته في ثلاث ماتشات اللي عملهم ماني ما عملش نفس اللي بيعمله في ليفربول. تأثيره في اللعب الهجومي في ليفربول وسرعته والإمكانيات اللي عنده والتفنيات اللي عنده والذكاء والأهداف اللي بيحرزها والمساندات والأسيست للإجوان، كان بيعمل مساندة كبيرة عشان ليفربول ياخد البطولة الأوروبية زي نفس تأثير محمد صلاح. لكن تأثير جوردان أيو عمل ماتشين عاديين، عملش حاجة مميزة. شايف ان من هنا شايف ان لو اتفق مع مجموعة منهم، انا شايف ان في تانيين ما لهمش تأثير يبرر انهم يكونوا في الحداشر المثاليين في المرحلة الاولى من البطولة الافريقية. تمام، انا ما عنديش معرفة بكل اللعيبة كمان عشان اقدر اقول ادي الرأي العميق. تمام، قبل ما